الخصاصف الأطر الطبية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار. فليتفضل أحد واضع السؤال مشكورا. تفضلوا سيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس محترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين. سيد الوزير، تعاني المنظومة الصحية بالعالم القروي نقصا حادا في الموارد البشرية وكذا المعدات والتجهيزات والأدوية، فما هي التدابير والإجراءات اللازمة المزمع اتخاذها وشكرا. تفضلوا سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. السيدات والسادة النواب المحترمين، تبذل الوزارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مجهودات كبيرة في هذا الإطار، وفي إطار تنزيل المخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي، خاصة في الشق المتعلق بسد الحاجيات المتزايدة عن الموارد البشرية. فكان منها إعطاء الأولوية لمراكز الصحية بالوسط القروي من حيث فتح المناصب الجديدة. فقد تم خلال سنة 2020 تعيين 582 مهنيا بالوسط القروي، منها 98 طبيب و484 ممرض وتقني صحي، بحيث تتعدى النسبة كل سنة أزيد من 40% من عدد المناصب المفتوحة للأطباء وطنيا، وما يقارب 70% فيما يخص فئة الممرضين، إضافة إلى تدابير أخرى تعتبر كحلول مؤقتة بانتداب أطر طبية من القطاع الخاص أو القطاع العام للعمل على الأقل مرة في الأسبوع بالمؤسسات الصحية القروية المقفلة أو التي لا تتوافر على أطباء عامين. الرفع من عدد طلبات مهن الصحة خاصة في بعض التخصصات المستحدثة كالصحة الجماعاتية. الرفع من المناصب المفتوحة للمقيمين والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية لكلية الطب لتخريج أكبر عدد من أطباء العامين. تم تعزيز الأطر الطبية والتمريضية والتقنية في ظروف أزمة كورونا عبر اللجوء إلى عدة تدابير أهمها فتح باب التطوع، الاستعانة بخدمات القطاع الخاص والطب العسكري وشبه العسكري، استدعاء المتقاعدين، إعادة الانتشار المؤقت لمهني الصحة حسب تطور الحالة الوبائية للجهات. كما تواصل الوزارة اتخاذ عدة تدابير مهيكلة في إطار استراتيجية لتجاوز مشكل النقص المزمن في الموارد البشرية بصفة عامة، خاصة ما يتعلق بإعداد واعتماد برنامج خاص للتكوين بالملائمة وحسب الحاجيات والخصائص في إطار جهوي. كذلك شراء خدمات الصحية وتطوير الطب عن بعد، كما تعول الوزارة على التفعيل الأمثل للبرنامج الطبي الجهوي لتعزيز حركية الأطر الصحية واعتماد التشغيل الجهوي بالقطاع الصحي ابتداء من تاريخ 6 جانفي 2020. وبكل هذه التدابير وصل اليوم مجموع الموارد البشرية المشتغلة بالعالم القروي 6622 مهني صحي موزعة ما بين 948 طبيب و 5540 ممرض و 141 من الأطر التقنية والإدارية. وشكرا. تفضلوا سيد النائب في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير. كل شيء كيطرح هذا السؤال وباغي هذا التشخيص. بغينا اليوم من الحكومة الحالية واللي رفعت تحديات كبيرة في برنامجها الحكومي ننجحوا القطاع الحيوي المتعلق بالمواطن وبصحته. ما نكروش المجهودات اللي تبدلت في هذا الباب، ومع ذلك كتبقى غير كافية في تلبية حاجيات المواطن. وغادي نعطيكم أمثلة السيد الوزير. لا يعقل باش مستشفى القرب اللي تبرمج هذه 3 سنوات ببلدية عين بني مطهر مازال ما خرجش للوجود. مستوصف بلدية تويسيد ما فيهش ولو سيارة واحدة للإسعاف. زيد على ذلك أن جميع مستوصفات الجماعات القروية بالإقليم ما كتوفرش ولو على قابلة واحدة. السيد الوزير، الهدف ديالنا نتعاونوا باش ننجحوا المشروع الملكي ديال الحماية الاجتماعية، واللي من أولويات شروط إنجاحه هو تقريب الصحة من المواطن، بمعنى اللي مريض يلقى حداه الطبيب والفرملي والراديو والدواء وسرير فاش ينعز، ونخفوا عليه التنقل ونخفوا الضغط على المستشفيات الجهوية والجامعية لسي اشو. سيد الوزير، تعلمون أن ضحايا الأمراض المهنية بإقليم جرادة يعانون الأمرين بعد إغلاق المستشفيات التابعة سابقا للشركات المنجمية، ولذا نطلب منكم العرض الصحي بالإقليم بالأقاليم النائية والعالم القروي وتعيين أطر كافية وتجهيز المستوصفات الصحية وتزويدها بالأدوية. سيد الوزير، كنتمنى منكم تزوروا إقليم جرادة باش توقفوا على الوضع الصحي ومعاناة الساكنة عن قرب. وشكرا. هل من تعقيب إضافي؟
تفضلوا سيد نائب المحترم. أعتقد أن ضرورة خلق برنامج استعجالي لإعادة انتشار الموارد البشرية اللي حسب التقارير الوطنية والدولية أكثر من 86% ديال الموارد البشرية تتمركز بين محوري القنيطرة والجديدة، فبالتالي إعادة انتشار الموارد البشرية ديال هذا القطاع هذا على مستوى المناطق الجبلية والنائية أضحى أمرا ضروريا وآنيا. كذلك السيد الوزير المحترم، نتساءل عن مستشفى النهار بالجبهة اللي كان ضمن اتفاقية التي اشرف عليها يعني تحت الرعاية السامية ديال سيدنا في إطار تأهيل الجبهة. شكرا. هل من تعقيب إضافي آخر؟ تفضلوا سيد الوزير. تقول هذاك الشيء علاش كاين البرنامج ديال الإصلاح ديال المنظومة؟ جا باش على الأقل يعالج هذه المعضلة. ولكن بالنسبة لذاك القضية ديال 86% ديال 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 الموارد البشرية كاينة ما بين الرباط والدار البيضاء وقنيطرة، لا كاينة 25% باش نصحح المعلومة، 25% اللي كاينة ما بين الرباط والدار البيضاء وقنيطرة، ولكن هذا الخصاص راه كاين في المغرب كامل. واخا دابا المجمل ديال الموارد البشرية كاينة متكتلة في هذا المحور هذا، حتى هما عندهم خصاص. إذا اليوم الخصاص شامل، هذاك الخصاص كيفاش ندبروا أحسن تدبير؟ ما يمكننا ندبروه إلا واحد المنظور جهوي خاص باش يمكننا نتغلبوا على المشاكل بطريقة في إطار الجهوية، من غير هذا الشيء هذا ما كاينش. زائد هذا الشيء هذا ملائمة، تكوين، تعاقد، الناس ديال الأجانب ديالنا يجيو يلقاو. انتهى التوقيت سيد الوزير. شكرا سيد الوزير المحترم.